يقضي بينهم بحكمه. يعني فقط رسم المصحف كويس، لكن لم تتوقف، ولكن لم تتوقف، والسند بس هو اللي افتقد فيه، انما لغويا زي كل ذلك كان سيئه، كان سيئا بس لم متواترين دول. فلعلك فلعلهم شلون سيدي الحجازي، فلعلك فعله فعله كبيره. هذه شنو القراءة؟ المصريين نعم سيدي حبيب العجمي، قراءة فلعل فعله. قال لا يعني قراءة شاذة. هذا اللي معنا بالتليفون من جمهورية مصر العربية مين؟ الشيخ محمود اللي كلمك. محمود العائلة الكريمة. صابر والنعم. صابر. انت تو كاف عين صاد شلون قريتها سيدي؟ هذا جده الشيخ محمد عيد. مدد مدد. له مقام في أبشواي. مدد مدد. وله مولد. مولد. الله. ونزوره جد الشيخ محمود. بالدقة أهلية؟ لا بالفيوم. فيوم والنعم. وين عن سيدي الدكتور عماد الشاهد؟ الشيخ عماد الشاهد. قول لي كلم انت يا شيخ عماد الشيخ. عماد الشيخ الاحباب ان احنا افتقدنا الشيخ يوسف رحمه الله عليه في مؤتمر التصوف هنا في مركز المؤتمرات. لا عن الوالد الحمد لله. 2006 منورا مشرقا الحمد لله. وهداني كتابه يعني، وهو كتب عليه كده بعض الكلمات يعني كتاب الصوفية والتصوف. نعم. كتاب الصوفية والتصوف ولا نصيحة نجد؟ أحسنتم. أيوة اللي هو الكتابة هو جلد خضراء. الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسنة سيد يوسف الرفاعي. نعم نعم نعم. فيه 2006 مؤتمر التصوف جامعة مصر العربية. الدكتورة عفوا نبي سيد العجمي تو أنت تهجيت قراءة كافة عصاد شلون؟ هذه قراءة الإمام أبو جعفر، هو الوحيد الذي يقطع الحروف المقطعة في أوائل الصور. شلون سمعنا سيدي؟ كاف ها يا عين صاد. مدد ما شاء الله عليك والله مو سهل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أيوة مدد. هذا يخفي يخفي الخاء يخفي عند الخاء. أبو جعفر هو قراها. أبو جعفر يخفي عند الخاء والغيب. عليهم السلام. من خوف برضه. فائدة مصاحبة أبو مجدي مثل حامل المسك ونافخ الكير كالوان سيد سبع، يعني ترافق الصالحين تستفيد منهم ينوروك. سيدي سعيد شرقاوي خليك صوفي. لأن على كل حال الرجل ليه يعني القرأة شيخ النخيلة في الأسود. على كل حال يا شيخنا تشرفنا بشمتك وخوفك. رب تسلم اول شيء على المشايخ. قوم قوم ارجوك ابو سيدي. قوم انت قبل ايديهم ادري. قوم قبل ايديهم سلم بس سلام ارجوك ارجوك. العلماء ورثه الانبياء سيدي. هذا من شيخ النخيله. سلم على استاذ حبيب العجمي. هذا من عند النخيله سيدي الفرغلي مندوبنا. كان عندهم المشاقب عزة حنفي غفر الله له.